انت بتشتي في مصر ولا بره؟ هو ده سؤال. بشتي في الاستوديو. هو في حد بيشتي في حته؟ اولا انا بعشق شتاء مصر. ايوه بعشقه يعني، لان في شمس وفي برد، وبحب برد مصر وبحب كل حاجه في وأنا مصر. وانا بحب شمسها. اللي ما يحبش مصر يبقى ما بيعرفش يحب. فانا بحب كل حاجه في مصر، وبشت في مصر وبصيف في مصر الحمد لله. طيب وبعدين هو حد يعرف يسافر صح؟ يروح فين يعني؟ احنا بلد فيها حركه وفيها حياه، ده البلاد كلها بالضب والمفتاح نامت في المغرب يعني خلاص. اللي انت عايزه هتلاقيه في مصر. أيوة. وخصوصا بقى اللي انت عايزه وفق احتياجاتك وفق كمان البادجت بتاعك، يعني معاك قد ايه ممكن تلاقي بيه؟ مبادره لتشجيع السياحه ودعم كبير من مؤسسات الدوله، شتي في مصر علشان تحقق سياحه امنه. شتي في مصر ما هياش بس مبادره، لا دي نصيحه، ونصيحه غاليه جدا كمان، لان مفيش اجمل من جو مصر في الشتاء. تمشيه حلوه بين علامات الحضاره اللي سايبه بصماتها في كل مكان، الاقصر، مركب حلوه في نيل اسوان، اهلها، الجمال، دايفنج في شرم الشيخ لو كنت انت من عشاق زيي، رحله بالغواصه في الغردقه، ونومه حلوه جدا على رمل الذهب وسماها الصافيه هي ومرسى علم. كل ده موجود جوه المبادره الرائعه شتي في مصر، اللي الدوله بتدعمها بشده عشان تخلي سعر الاقامه للفرد في الفنادق يبتدي من 300 جنيه بس، وسعر في التذكره الطيران رايح جاي للاماكن دي من 1500 جنيه. يعني يخلينا متاكدين ان في جهد كبير جدا مبذول علشان تنجح المبادره دي. طبعا لازم كلنا ندعمها ونشارك فيها، ونحاول نلحقها كمان في الفترة من 15 يناير ل 28 فبراير. طبعا اللي ياخد اجازات فيكم يبقى محظوظ. معانا الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة عبر زوم علشان تحكي لنا اكتر عن المبادرة دي. ومساء الخير يا فندم. اهلا بيكي. مساء النور. اهلا وسهلا. مساء الخير دكتورة غادة. اهلا بيكي. بقى لنا 4 ايام تقريبا المبادرة بدأت، ممكن تقولي لنا الملامح والنتائج اللي حضرتك شايفاها لغاية دلوقتي؟ هل في بدأ اقبال، في حجوزات، وايه اللي مقدمينه من وزارة السياحة عبر الفنادق الموجودة والخدمات اللي هتتقدم للناس؟ تمام. يعني بدأ زي بدء، احب اقدم تحية لحضراتكم وللسادة المشاهدين اللي يعني بيشاهدوا البرنامج بتاعكم، وعندكم رؤية الحقيقة ومشاهدة، نسبة مشاهدة عالية جدا الحمد لله. من هذه المنصة احب اتوجه واقول هو احنا ليه عاملين مبادرة شتي في مصر؟ هو مين المستهدف منها؟ وليه طالعة يعني ومطلقة منطقة دلوقتي في التوقيت؟ يمكن اولا محتاجين نقول انه احنا بنستهدف الاسر والافراد اللي هم بيدوروا على فرصه سفر واجازه امنه في ظل انتشار فيروس كورونا والتخوف العام جدا من الانتشار ونقل العدوى، وكمان انها مقدمه بتكلفه الحقيقه ميسره جدا مقارنه بالاسعار السابقه. كمان احنا بنستهدف الاسر والافراد اللي هم معتادين السفر للخارج، واللي يعني ما عادش قدامهم فرصه ان هم يسافروا بره نتيجه الانغلاق الكام والتام في المحافظه يعني في الدول الاخرى. فاحنا عندنا في مصر لا، احنا تقدر تشتي في مصر وتقدر تستفيد بالجو الجميل والشمس المشرقه والمشمسه والدفء. كمان احنا عايزين نشجع الاسر اللي ما كانتش بتسافر اصلا. ايوه. يعني قد تلاقي ان يكون يعني مثلا تكلفه الرحله بالنسبه لها مش اقتصاديه، المبادره دي بتقول انه لا، اصبحت التكلفه قلت كتير، في دعم من الطيران، دعم من الفنادق، وبالتالي اصبحت في متناول العديد من الناس اللي هم ما كانش قدامهم ده حل متيسر. في حاجه مهمه جدا، اجازه نص السنه ابتدت، وفي بعض الطلبه بيذاكروا يا اما من المنازل يا اما قاعدين بيستمتعوا بالاجازه، فانا بدل ما اقرا على درس دراسات او اشوف التاريخ من واقع الكتب، لا عندي فرصه ممتازه ان انا ازور الاثار وازور الاماكن السياحيه والاثريه، لانه برضو تم تخفيض اسعار تذاكر الدخول للمنشات السياحيه والاثريه بنسبه 50%. هي الحقيقة مبادرة متكاملة، بنتكلم على وسيلة الانتقال سواء بالطيران أصبحت مخفضة جداً، تذكرة الطيارة بقت يمكن للأقصر بحوالي 1500 جنيه، أسعار الفنادق مخفضة جداً،
وبالتالي كل كمان يا دكتوره غاده عندنا الاتوبيسات وعندنا القطارات كمان، لو الاقصر واسوان عندنا قطارات وعندنا اتوبيسات بتروح للغردقه وبتروح شرم الشيخ، يعني في وسائل عديده غير الطيران كمان. طبعا هو السفر البري يعني متيسر بطرق كتيره جدا. أيوة. ويمكن هو احنا يعني المبادره يعني تقدمت بتخفيضات للطيران لانه هو ده اللي يمكن كان في ناس كتير بتقول ان هو اسعاره ما هياش متيسره قوي، فاصبح دلوقتي كمان في تخفيض طبعا كبير جدا، دعم من الدوله ودعم من وزاره الطيران المركزي. طب دكتور حضرتك قلتي انها مبادره لسياحه امنه كمان، يعني بعيدا عن الاسعار والتحكم في الاسعار، يعني كلمه امنه تشمل ايه؟ هي الاجراءات مثلا اللي تم اشتراطها والاجراءات اللي تم اتخاذها وما الى ذلك. غرفه المنشات الفندقيه قامت بالمبادره دي مع بعض الفنادق من جهتها، وتقدموا بطلبات ان هم عايزين يشتركوا في المبادره. وزارة السياحة والآثار قامت بمراجعة الاشتراطات في هذه الفنادق، وتم موافقة حوالي 130 فندق دلوقتي هم اللي فعلا حاصلين على ختم يعني السياحة والسفر الآمن، ان هذه الفنادق بتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا. الفنادق دي حصلت على هذه الشهادة الصحية بدعم من وزارة السياحة والآثار، وزارة الصحة، غرفة المنشآت الفندقية، فبما معناه انه العاملين في الفندق اصبحوا مدربين على انه يحافظ على نفسه اولا وعلى السائحين والزائرين ثانيا من انتشار الفيروس والعدوى. يعني هنشتي ونستمتع واحنا امنين ونرجع سالمين ان شاء الله، ونستمتع باثار مصر واماكنها السياحيه. دكتوره غاده شلبي نائب وزير السياحه والاثار لشؤون السياحه، بنشكر حضرتك جدا، متابعين معاكم مبادرتكم الهامه، متابعين مع المصريين، نقول لهم يلا كلنا نغير جو كده، اللي عنده عربية صغيرة يقدر يسافر بيها، واللي يقدر يحجز في الاتوبيس، واللي يقدر يركب طيارة، أماكن مصر لم تكتشف بعد، إحنا المصريين أقل ناس استمتعنا بمصر. يعني عندنا متاحف وعندنا أماكن كتير ما بنروحش. طيب.